واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هكذا كان يقرأ القارئ بصوت ندي جميل الشيخ صالح علي حسن. أنا أسمعه على النت ولم أسمعه شخصيا، فبارك الله فيه. اللي قاعد عايز يسمع يتفضل يقعد. واسأل القرية التي كنا فيها والعير. طب كانوا فين؟ حينما اتهم يوسف بالسرقة، بنيامين اتهم بنيامين بالسرقة، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. وما شهدنا، يعني لم نشاهد السرقة إلا بما علمنا سمعنا. اللي بيتكلم يسكت واسمعوا الكلمتين دول وهخلص بسرعة. أرادوا الدليل على صدق قولهم، قالوا يا أبانا، نعم، قالوا له اسأل القرية التي كنا فيها. إيه هي القرية اللي كانوا فيها؟ في التفاسير قالوا هي أرض جاشان. إيه أرض جاشان دي يا باشمهندس؟ هي أرض بلبيس، قصة يوسف بأكملها في بلبيس. صوامع القمح موجودة في تل اليهودية في البر الآخر أمام غيتة. واسأل القرية بلبيس التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هذه العير خرجت من بلبيس إلى أرض سيناء، عند الاتجاه إلى سيناء الشمالية أو سيناء الجنوبية أو الذهاب إلى فلسطين مكان يعقوب وهو في فلسطين، والعير في سيناء. قال يعقوب إني لأجد ريح يوسف، عشان معاهم القميص. شوف بين فلسطين وسيناء مسافة، ولكن شم ريحة ابنه. ما توحدوا الله، مختطفات. لاني لو حبيت ان انا اقف مع قصة يوسف والله ما بطل بعد الفجر. بدأت برؤية، بدأت برؤية. يا أبتي، ولد صغير دون العاشرة، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طب سيدنا يعقوب قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. إيه اللي عرف الإخوة؟ ما أنت لازم تسأل كده. هو لم يقصص. القصة كلها أو الصورة كلها تدور حول معنى واحد، والله غالب على أمره. قصة يوسف كلها، لأن كل كلمة في القرآن الكريم في سورة يوسف هتلاقي والله غالب على أمره. قال له يا بني، نعم يابا، لا تقصص رؤياك على إخوتك. أمال مين اللي بلغ إخوته بالرؤية؟ جارية خدامة كانت بتكنس عند سيدنا يعقوب، سمعت الكلام نقلته لاخواته الكبار، لان الله غالب على امره. ولذلك يقول العلماء، علماء النفس، لا تأمنن امرأة على سر. ان قلت اسرارك لامرأة شرتك لها. لا تأمنن امرأة على، لان يعقوب ندلها، لا اياكي أن تذكر الرؤيا لإخوة
يوسف خاصة يهودا، خاصة ايه؟ يهودا الود الكبير ابن يعقوب كان اسمه ايه؟ يهودا. ولذلك اي حد يعمل فعل ماشي نقول ده يهودي، مش يهودي نسبة الى اليهود، ده يهودا نسبة الى مين؟ الى يهودا الكبير بتاع سيدنا يعقوب. دخلوا على ابيهم، يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف لما عرفوا الرؤية وإنا له لناصحون، أرسله معنا. ما قالوش بعد بكرة، ده تصميم القتل موجود في لحظتها لما عرفوا القصة. ما قالوش يابا بعتهولنا مثلا الأسبوع الجاي، لا أرسله معنا غدا. ليه؟ قال يرتع ويلعب، نعلمه فن السباحة وفن السباق وفن الرعي، يرتع ايه ويلعب. وإنا له لحافظون. يقوم يرد سيدنا يعقوب الغلبان الطيب يقول أخاف أن يأكله. الغلطة اللي وقفها يعقوب، ما الواحد ممكن يدي ابنه 20 جنيه يقول له خد هات لك حاجة حلوة بس اوعى تجيب سجاير، يقوم الولد يروح يجيب ايه؟ ما هو انت عملت شو الرسول قال ايه؟ الا تلقنوا اولادكم الكذب فيكذبوا، لا تلقنوا اولادكم الكذب فيكذبوا. ما هو انت لما يجي واحد يسالك تقول له قول له ابويا مش موجود، ثاني مره ابويا مش موجود، الولد هيطلع من الصديقين ما توحد الله، هيطلع من الصادقين ما انت لقنته الكذب. قال اخاف ان ياكله ايه؟ الذئب وانتم عنه غافلون. جم بالليل مش بالنهار، عارفين ما جوش بالنهار ليه؟ طب ما راعي الغنم بيرجع المغرب واحنا شايفينه، لا ده رجعوا بالليل العشاء ما فيش كهرباء عشان يحطوا شويه ميه في عينهم ويعملوا اللي هم بيعيطوا. اما لو جم بالنهار هنكتشف الكذب. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. ولذلك لما يجي لك ابنك ويقول لك يابا ويعيط الواد فلان ضربني، اعرف ان ابنك هو اللي ضربه، ما توحد الله. ادم قدم العياط اعرف انه كذاب. اما لو هو صادق هيدخل يقول يابا ابن فلان ضربني انا جيت اقول لك بدل ما ضربه. اما وجاءوا اباهم عشاء ايه؟ طب ليه الكلام ده موجود في قصة يوسف؟ لقد كان في يوسف واخوته ايه يا مولانا؟ ايات لمين؟ للسائلين. اي مشكلة اي مصيبة هتلاقيها في قصة يوسف. وجاءوا اباهم عشاء، الشيخ احمد قال هيقول مقتطفات لان القصة طويلة والوقت لا يسمح. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. خد أخوهم رموه في البير ومع ذلك نجاه مين؟ لأن الله غالب على. وجاءت السيارة لأن الله غالب على. اسمع ابن كثير قال إيه في التفسير لما رموا أخوهم في البير؟ قال لهم يا اخوتي اذا اجتمعتم يعني قعدتم مع بعضكم الحداشر تذكروا وحدتي، انني قاعد لوحدي في البير. واذا لقيتم ابي فالقوه مني السلام، ما توحدوا السلام. شفت الولد وهو فين؟ في البير. لما طلع من البير وبقى عزيز مصر قالوا له احلى ايامك ايه يا يوسف؟ قال لهم ايام البير. ايام البير بقى واحد في البير، احلى ايام البير. قال لهم كنت لا اكل ولا اشرب الا من طعام الجنة. كان الاكل بيجي لي سخن كده يعني تيكاوي كده طازة، يجي لي منين؟ من الجنة. ولما رموه في البير قلعوا الجلابية القميص، وجاءوا على قميصه بدم كذب. ده القصة كلها كذب.
وجاءوا على قميصه بدم كذب. ذبحوا معزة خلطوا الدم بالقميص. يوم سيدنا يعقوب لما مسك القميص كده قال له المفروض الديب لما ياكل واحد يعمل ايه في الجلابية يا رجال؟ يقطعها؟ لا، هم قلعوه الجلابية ونسوا يقطعوها عشان المجرم لابد ان يسيب ايه دليل على اجرامه. يوم سيدنا يعقوب مسك القميص كده قال له اللي يقى كويسة والجبه سليمة والتانية مية والجلابية مكوية. فرد قال لهم كلمة حلوة جدا، قال لهم ما احلم هذا الذئب، ده ديب حليم وابن ناس، ما احلم هذا الذئب الذي اكل ولدي ولم يقطع قميصه. طب كان كل القميص. ما توحد الله. انا هختم عشان الوقت ونسمع الشيخ مصطفى ابو هاجر. يا اخي اسكت. الله يكرمك. الله يهديك. سمعوني الصلاه على الحبيب. ما تصلي يا عم عشان قلبك يطيب. ما احلم هذا الذئب الذي اكل ولدي ولم يمزق قميصه. كتاب اسمه الرحمه في الطب والحكمه للامام السيوطي. اقول لك تاني، الرحمه في الطب والحكمه للامام السيوطي. رد قال ايه بقى يعقوب؟ قال لهم هاتولي الديب. ده في كتاب الرحمه، هاتولي الديب. فجابوا له ديب. فقال لهم خلوا بيني وبين الذئب الذي اكل ولدي. ده في كتاب الرحمة. ثم قال يعقوب يا ذئب أأكلت ولدي يوسف وهو احب الاولاد الي؟ فانطق الله الذئب. واحد قاعد يقول لك هو الديب بيتكلم؟ رد علي، هو الديب بيتكلم؟ النملة يا اخي قالت يا ايها النمل ادخلوا ايه مساكنكم. الهدهد يا اخي قال لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به. يبقى الحشرات والحيوانات والطيور يتكلموا مع الانبياء. الجمل كلم النبي. الجزع كان يسلم عن النبي. الناقة لما أشار إليها النبي سجدت بين يديه. ما تصلي عليه. قال لهم خلوا بيني وبين الذئب الذي أكل ولدي. يا ذئب أأكلت يوسف وهو أحب الأبناء إلي؟ قال لا يا نبي الله، في كتاب الرحمة في الطب والحكمة. قال لا يا نبي الله، بل إن الله حرم علينا لحوم الأنبياء. فعلم يعقوب بأن ابنه ما زال حيا. حينما اجتمع يوسف بيعقوب في أرض جاشان في بلبيس هنا في أرض غيتة في البر الآخر، حينما اجتمع يوسف بيعقوب قال يا أبتي. ليه يا بضنتك تعيط حتى ذهب بصرك وابيضت عيناه من الحزن؟ أما تعلم يا أبتاه إن لم نلتقي في الدنيا سنلتقي عند الله؟ قال أعلم ذلك، ولكني خفت أن تبدل دينك فلا يجمع الله بيني وبينك يوم القيامة. اللي قاعد سمعني الصلاة على الحبيب حتى اختم. حج ناصر بيقول لي عاوز اعرف سيدنا يوسف اندفن فين. مش انت دي اللي انت عايزه؟ اندفن فين؟ عاش يوسف ويعقوب في بلبيس ودفن في صحراء بلبيس، وامرأة من بني اسرائيل عشان يختم بره. نعم انت خد راحتك انت خالص. لا خمس دقايق عاوز اشوف راح فين وجه منين. خمس دقايق بس. سمعوني الصلاة على الحبيب. الشيخ مصطفى هيختم كده كده هيقول شوف زمان هيختم.
عليك. الراجل ده عايزنا نطول عشان يضرب الشيخ مصطفى. لا معلش لا. وحدوا الله. انا عايز اعرف امرأة من بني إسرائيل هي التي تعلم مكان دفن يوسف في صحراء بلبيس، وادخل على النت. لما قابلت سيدنا موسى طلب منها شيئا وطلبت منه أشياء، قالت له ألا أدلك على مكان يوسف؟ قال نعم. فأخبرت المرأة سيدنا موسى بمكان يوسف في صحراء بلبيس، فنقله إلى أرض فلسطين المنشأ، ودفن يوسف في أرض فلسطين. أما مات ودفن فين؟ في بلبيس. وكان عايش فين؟ في بلبيس، وصوامع القمح في بلبيس، في البر الآخر أمام غيثة، وتسمى في كتاب التفسير غيثة بالفاء وليست التاء ولكنها حرفت غيفة. والتقى يوسف في السجن. نعم. اقعد. انا لو حبيت ان انا انفذ مطالب الجميع مش هنسكت. مكان معيشة سيدنا يوسف وخزائن الأرض كانت موجودة في أرض بلبيس، بالتفسير اسمها أرض جاشان. لما تقرأ في التفسير جاشان، وجاشان في كتاب اليهودية اسمها أرض بلبيس. ابن كثير الأرض بلبيس، الإمام الزمخشري الأرض بلبيس. ده انا اقول لك معلومة اكبر من كده، الامام محمد ابن يوسف الحوفي اول من فسر القرآن في 35 مجلد، واول من اعرب القرآن في 30 مجلد، في الجزء السابع من البداية والنهاية لابن كثير، ولد ونشأ بشبر النخلة. عارفين الكلام ده؟ عارفين الكلام ده؟ ادخل على النت كتاب البداية والنهاية لابن كثير. قال بعد وفاة النبي ب300 سنة، سنة 308 هجرية، بعد وفاة النبي، عشان تعرف ان المنطقة اللي احنا عايشين فيها دي منطقة مباركة، بعد وفاة النبي ب308 سنة ولد محمد ابن يوسف الحوفي اول من فسر القرآن في 35 مجلد، واول من اعرب القرآن في 30 مجلد، ولد بقرية شبر النخلة. موجود كده في كتاب البداية والنهاية لابن كثير مفسر القرآن، هو اعظم من فسر القرآن. قال ولد بقرية شبر النخلة التابعة لإقليم الشرقية. ادي معلومة انت عارفينها ولا مش عارفينها؟ طب ادخلوا بقى كده على النت يا رجالة وشوفوا كده، اكتبوا محمد ابن يوسف الحوفي الذي فسر، اول واحد فسر القرآن، واول واحد اعرب القرآن، واول من تولى التدريس في الازهر الشريف. ما توحدوا الله يا بتوع شبرا، عشان تعرفوا ان انتم في مكان طيب وبيئة طيبة. سيدنا يوسف دفن في ارض بلبيس في الصحراء، والمرأة من بني اسرائيل هي التي دلت عليه. ده الاغرب من كده كمان، صحابة النبي كلهم مدفونين في بلد اسمها المشهد. عارفينها؟ المشهد اللي تبع الكتيبة. ومنهم 40 صحابي مدفونين في مسجد سادات قريش، اتبنى سنة 18 هجرية، يعني بعد وفاة النبي بثمان سنين. ما توحدوا الله، عشان تعرفوا ان احنا في منطقة ايه. بعد وفاة النبي بثمان سنين اتبنى مسجد سادات قريش. سادات جمع سادة،
جمع سيد من اصحاب النبي محمد، هما اللي بنوا المسجد الموجود المسمى بمسجد سادات قريش. اندفن يوسف في بلبيس، المرأة من بني اسرائيل دلت عليه ثم نقل الى ايه. سبحان الله يا اخي، لما تقرأ وفاة سيدنا يوسف يقول لربنا ايه، ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة، توفني لا ارد كده توفني مسلمة. يبقى سيدنا يوسف كان ايه، كان ايه يا رجالة، كان مسيحي ولا يهودي، كان ايه، كان مسلم. واندفن، عاش في، اتولد في فلسطين، عاش في ارض بلبيس، نشأ في ارض بلبيس، تربى في ارض بلبيس، اندفن في ارض بلبيس. والمرأة من بني اسرائيل هي التي دلت عليه الى مكان قبره ثم نقل الى مدينة فلسطين. لا اريد ان اطيل، كفاية كده. في قارئ اخر يا عم الشيخ ربيع، في قارئ اخر. اخر معلومة بقى تسمعها بعد ما توحد الله. طب بالله عليك، والله انا ببص الناس قافلة بقها. وامرني ربنا يخليك، انا خدام، انا خدام، ربنا يخليك، انا خدام. سمعوني الصلاة على الحبيب. هم عايزين اطول والناس وراها مصالح. في قارئ دخل يوسف السجن في قضية امرأة اتهمته ظلما وعدوانا. لو قرأت قصة يوسف في تفسير ابن كثير هتجد العجب. وهي بتراود يوسف غطت صنم موجود عندها في الأوضة، صنم إله كانت بتعبده. فيوسف بيسألها ليه بتغطي الصنم، قالت حتى لا يرانا، حتى إيه لا يرانا. قالها إذا كان هذا لا يرانا أو يرانا فرب السماوات إيه يرانا، أنت بتغطي إيه صنم. قالت يا يوسف، ده الكلام ده موجود في ابن كثير، ما أجمل شعرك، المراودة، ما أجمل شعرك. قال هو أول ما يسقط في قبري، لأن أول حاجة بتنزل من الجسم في التربة إيه، الشعر. قالت وما أجمل عينيك، قال بهما أنظر إلى ربي. المراودة خد وهات، ولكن يوسف من المحصنين، عشان ما حدش يجي في دماغه انه المراودة. فلما همت به وهم، لا هم غير هم، انا همي سيئة وانت همك حسن، احنا بنبقى ماشيين مع بعض، انا همي ان انا اخدمك وانت همك تنتقم من، واحنا ماشيين مع بعض، يبقى ادي هم وده ايه. فلما همت به وهم، واحد يقول لك لولا أن رأى برهان ربه لفعل بها، لا يا حبيبي، لولا أن رأى برهان ربه لثبتت عليه الجريمة، ولذلك شخص الله طفلا ابن 6 أيام، ولد عنده 6 أيام، قال كلمتين، قال لو الجلبية مقطوعة من قدام يبقى كانت بتدافع عن نفسه وهو كذاب، ولو الجلبية مقطوعة من ورا يبقى هو كان بيجري وهي ها. فلما رأى قميصه قد من دبر، ده عزيز مصر لما لقى الجلبية بتاعت يوسف مقطوعة من ورا بص لمراته، ودي خيابة الرجالة، في بعض الرجالة خيبانة كده يقولوا مراتك ماشية مع الكهربائي، يوم يقولوا يا أخي والله ما بيفهم في الكهرباء، هي دي المشكلة، ما توحدوا الله، هي دي المشكلة إن هو بيفهم في الكهرباء، يقول لها إيه يوسف
أعرض عن هذا، ما تجيبش سيرة لحد، وانت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وعشان يداري على جريمته يرمي الرجل فين؟ في السجن. أسأل الله عز وجل. وطلع من السجن بقى عزيز مصر، وانت ما تيجي تشوف التاريخ كله، كل اللي اتسجنوا بقوا رؤساء. شوف التاريخ كله كده، تلاقي كل اللي اتسجنوا وتعبوا بقوا ايه؟ بقوا رؤساء. ده تاريخ. أسأل الله عز وجل لعمي ووالدي وحبيبي الحج هيكل، والله هذا الرجل يا رجال أحبه في الله، يعني دائما لما كان يجي البلد يسأل علي وأنا أحبه في الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الرجل مع الصديقين والشهداء. اللهم إن كان والدنا، لا أنا عايز 40 واحد بس يقولوا أمين من قلبهم. لو قلت 40 واحد أمين من القلب، ده حديث الرسول من شهد له 40 بالإيمان بس أدخله الله الجنة. عايز 40 واحد من قلبهم يقولوا إيه؟ آمين. أنتم، ده كلام النبي محمد، قال أنتم شهداء الله في الأرض، يعني أنتم اللي بتكتبوا شهادات ربنا، شهادة في الأرض، ده يدخل الجنة وده يدخل النار. اللهم إن كان والدنا وحبيبنا وأبونا الحج هيكل محسنا زد في إحسانه، وإن كان مسيئا تجاوز عن سيئاته. اللهم شفع فيه القرآن، اللهم شفع فيه القرآن، وشفع فيه الحبيب العدنان، واشفع له عندك يا رحمن. اللهم اجعل ليلته هذه خير ليلة، اللهم ارزقه دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله. اللهم اسكنه الفردوس الاعلى، انمه على السرر المرفوعة، ويشرب من الأكواب الموضوعة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تلحقنا به غير مفتونين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وحريرة، ونعيما وملكا كبيرا. أشكركم على حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه مجالس العلم برياض الجنة لما يتحصل منها الجالسين من المعرفة وطيب النفس. مجالس العلم شبهها بالرياض، والرياض الذي فيه خضر وفيه زهر. تحدث إلينا العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحكم أبو حطب، كتوف من حدائق الإيمان، حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. بعد تلاوة عطرة تلاها علينا عالم وقرآني شرفنا قدومه اليوم إلينا في قريتنا وعزاء والدنا الحاج هيكل سعدون رحمه الله، فضيلة الشيخ صالح علي حسن. حللتم أهلا ونزلتم سهلا.